المدينة ديال مكناس راه مدينة تاريخية، راه معروفة على الصعيد العالمي ومعروفة بهذا الموسم هذا ديال الشيخ عبد الكامل اللي كتوافد عليه مجموعة ديال الناس من جميع أقطار المغرب والعالم إلا بغيتي كاع تقول، كيجيو الناس من دول أخرى كاع. معروف الشيخ عبد الكامل معروف. بالنسبة للأجواء كلها وفين تيمشي، كاين اللي رباني راه تيمشي للرب سبحانه إلا هو، وكاين اللي شيطاني تيتبع هذيك المسألة ديال الشعوذة وداك الشيء وديك الطقوس ديالهم وديال البخور وديك داك الستونات ديالهم. وما احنا نطلبوا من الله أننا نتقدموا، ما تبقاش يمشي الشيخ عبد الكامل بداك السياق ديال الشعوذة ويمشي في السياق ديال يعبد الله ويعرف بان الشيخ عبد الكامل كان هي واحد الانسان حتى هو بحاله بحال ايها الناس، كان تيعبد الله وكان تيقوم بالواجب ديالو كمسلم، كيصوم كيزكي كيعشر كيدير جميع المسائل التي امر بها الله. ولكن هاد الناس هادو راه غالطين. علاش غالطين؟ تيصحابهم الشيخ عبد الكامل تيعطي الولاد، صحابهم الشيخ عبد الكامل هو اللي تيفتح الباب ديال الطريق، وكينساو بان الله هو الفتاح العليم وبزاف ديال الحوايج ما يتقال في هادشي هذا اخي. ما كاين الا الله سبحانه، لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي اللي كاين اخويا. ماشي راه ما كاين والو منه والو اخويا، والصراحه انتو معنا شي حاجه، ما انتو معنا شي حاجه، البيع الشراء اخويا بحال اللي رجع بيزنيس هادشي، هادشي اللي ولا. ما كان ايامات الناس القدام هما اللي كانوا تيجيو تيشوفوه، ما دابا راك تشوف كيفاش داير، دخل خصك الفيزا عاد دخل. ما كنتش كنبغي نجي لهنا على ود داك الطقوسات اللي تتكون هنا والبخور وداك الشيء، ما تيعجبش ما تيشرفش حقيقه، ما تيشرفش ان نكونوا على دوله اسلاميه كتشهد بلا اله الا الله محمد رسول الله، ويجيو لعند الشيخ عبد الكامل اللي مات هذه قرون يتسناو يعطيهم شي سقي يعطيهم، وراه هو اللي محتاج لنا ندعيو معاه ونوقفوا معاه ونقولوا يا ربي ترحمه وترحم المؤمنين جميعا وترحم كاع اللي تيرحم هذه البلاد هذه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.